مرحبا وأهلا فيكم. إذا امبارح كان في خطوة على مسار العلاقات التركية السورية، يعني من طرف النظام السوري اللي تم الإعلان عنه، هو اجتماع وزراء يعني الدفاع ثلاثي روسيا تركيا وسوريا، وبالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات أمن الدولة المخابرات العامة، وفي مصادر قالت رؤساء أجهزة الاستخبارات في سوريا. هلا من حيث الشكل يعني فينا نستنتج بعض الأمور قبل ما ندخل بالتفاصيل من حيث الإعلان، يعني لأن التفاصيل دائما مهمة، وأنا بدي لكم أنه صياغة الخبر عن هيك أحداث بيكون مدروس للغاية وفي رسائل مهمة ولو كانوا سطرين. في نقطتين غاية بالأهمية بالصياغة. أول شيء تقديم وزارة الدفاع على الأمن بالنسبة خاصة لسوريا. نحن بنعرف طبعا وزراء عموما يعني ما لهم شغل وما لا يشكل قرار سيادي في سوريا، ولكن بالنسبة للخارج، بالنسبة للأطراف الخارجية، يعبر عن الدولة السورية وليس النظام السوري. كنا حكينا أكثر من مرة إذا بتتذكروا كيف يعني كان في خطوات يعني متتابعة لإضعاف سيطرة الرئيس الأسد على الجيش السوري. مرة تانية المسار يلي ماشيين فيه يعني بحسب أنا ماني شايفهم كان على مسار العلاقات السورية التركية أو باقي المسارات، هو في علاقة مع الدولة السورية وليس النظام السوري. الأمر اللافت الآخر وهو غاية في الأهمية هو غياب علي مملوك عن الاجتماع، وبالتالي غياب أي طرف سيادي للنظام السوري. يعني الاجتماع مع وزير الدفاع، مع رؤساء أفرع المخابرات في سوريا أو إدارات المخابرات، يشكل جانب الدولة. لو كان مملوك حاضر لكان الأسد حاضر أكثر في هذا الاجتماع، وهذا موضوع لازم ناخده بعين الاعتبار. غياب مملوك يعني غياب تمثيل قوي للنظام في هذا الاجتماع وحضور أكبر للدولة السورية. بلشنا نشوف في فصل بين المسارين، وأنا برأيي هذا جيد. يلي بدي أقوله أيضا بالنسبة لهذه الاجتماعات وذكرته سابقا، يعني نحن السوريين لازم ما نخشى من هذا المسار، لا معارضين ولا مؤيدين. يلي بدي لكم يا تقدم تركيا باتجاه دمشق، طبعا باتفاق روسي بوجود روسيا، يعني صار روسيا وتركيا تتقدم باتجاه دمشق، بغض يعني أمريكا تغض الطرف ولا يعني تعترض بشكل مباشر ولا تعرقل هذا المسار. أيضا إيران يعني هي شاركت في الدفع باتجاه هذا الاجتماع. هلا بنشوف شو الآليات، هل اتفاق الدولي أو الدول النافذة يعني، وطبعا بكرة رح يكون في غطاء أممي أنا برأيي لمثل هذه الاتفاقات، هذا أفضل من الفوضى في سوريا. حتى وجود الأسد ولعب الأسد كشخص دور في عملية الانتقال، وجود النظام في مرحلة انتقالية بالنسبة للسوريين كان مرة تانية معارضين ومؤيدين أفضل، لحتى ما نشاهد فوضى ونشاهد أحداث مؤسفة نتيجة فقدان الأمن. الوضع في سوريا خطير، غياب السلطة، غياب مؤسسات الدولة مهما كانت ضعيفة اليوم بشكل مفاجئ من خلال غياب الرئيس الأسد، هذا الموضوع سيء. الأفضل أنه يكون في مسار وانتقال السلطة. أي تقدم بهذا المسار أنا برأيي طبعا وجود تركيا اللي هي كانت الخصم الأساسي، ولكن تركيا اليوم تشكل بشكل أو بآخر مصالح عدد من السوريين أكبر من عدد السوريين المسؤول عنهم النظام. إذا بدنا نأخذ بعين الاعتبار اللاجئين الموجودين في تركيا، السكان من السوريين النازحين داخل مناطق التي تسيطر عليها سوريا، منطقة إدلب، بنشوف إذا الكتلة مجتمعة هي أكبر من السوريين، وبالتالي تركيا معنية حتى يعني سلامة السوريين ومستقبل السوريين كأفراد بما يعادل ما هو مسؤول عنه النظام اليوم. فتقدم باتجاه دمشق للوصول إلى اتفاق بحد ذاته، حتى لو كان الأسد موجود، حتى لو كان النظام موجود، فهو بداية نهاية النظام. مرة تانية كيف منقول؟ طبعا نحن مو الفكرة أنه هي يعني العداوة مع النظام،
الفكرة أنه نحن وصلنا لمرحلة ما عاد فينا نستمر كدولة كشعب بالحياة بوجود النظام. يعني هذا الموضوع حكينا فيه، ممكن تراجعوا تسجيلات السابقة خاصة مع صدور قانون الكبتاغون. فنحن بدنا ننتقل خطوة إلى الأمام. خطوة إلى الأمام يعني بداية نهاية النظام، بداية التغيير السياسي في سوريا. تقدم في هذا المسار اليوم يبدو هو المسار الوحيد يلي بيعطينا أمل أنه يصير في تغيير بدون ما يكون في فوضى في سوريا في المستقبل. هلا بالنسبة لهذا الاجتماع، بالنسبة للنظام، يعني ما شكله مبسوط بالاجتماع، وأنا يعني أقول جازما بأنه تم جر وزير الدفاع، جر ويعني رؤساء الأجهزة إلى هذا الاجتماع بضغط روسي، بضغط من كل الأطراف الحقيقة. نحن هذا الموضوع ما فينا يعني ما نفكر فيه على التوازي بما يجري على الأرض في سوريا. الضغوط الاقتصادية الهائلة، الانهيار، يعني هذا الموضوع مو برأيي، أي شخص فيكم داخل سوريا بيعرف أنه في انهيار، خارج سوريا يلي أكيد عندهم أقارب أصدقاء، بنشوف نحن اليوم النظام يشهد انهيار في داخل سوريا على كل المستويات، مو بس الوضع المعيشي والاقتصادي، أيضا فيما يتعلق بالرهبة، في الخوف، في نظرة السوريين إلى شخص بشار الأسد يلي هو أساس الدولة خلال يعني السنوات والعقود الماضية، إن كان حافظ الأسد ولا بشار الأسد. فكان في ضغوط هائلة، قانون الكبتاغون واحد من الضغوط الهائلة. حكينا أيضا في تسجيل سابق بأنه يلي سكر دائرة الضغوط هن روسيا وإيران بالتحديد، من خلال يعني عدم دعم النظام بما يريد، إن كان بالمشتقات النفطية، إن كان بالمال إلى آخره. مبارح كان في أخبار أنه إيران تحاول أن تحصل على مكاسب يعني سموها سيادية لحتى تقدم للنظام السوري النفط والمشتقات النفطية لحتى تنقذه من الوضع أو من الانهيار اللي هو موجود فيه. كل هذه الظروف هي يعني عامل ضاغط على الرئيس السوري بشار الأسد، على النظام ليقبل بأن يذهب إلى موسكو والتنسيق مع الأتراك المضي قدما في هذا المسار يلي مرة تانية نحن لازم ما نخشى ولازم نراقبه ونحط أملنا، لأن الحقيقة هو المسار الوحيد القريب يلي ممكن ينقذنا من الفوضى ما بعد تغيير النظام السوري. التأكيد على عدم وجود سرور، يعني نظام هو مرة تانية عم نحكي على، نحن اليوم صرنا بدنا نميز بين النظام والدولة على ما يبدو في عملية قيصرية، يعني عملية جراحية خلينا نقول لفك المسارين عن بعضهم، هي مبلشة من وقت طويل. ولكن اليوم وسائل الإعلام السورية لساتها تحت سطوة النظام بشكل أو بآخر، ما شفنا فيه يعني انتصار من خلال تغطية هذا الخبر. كان خبر مقتضب تم تكراره في جميع وسائل الإعلام السورية بدون أعطاء أي تفاصيل، بدون الاحتفاء والاحتفال بهذا الخبر على أنه نصر. فهذا الموضوع بيعطينا تأكيد بأنه النظام ما كان مسرور بما حصل في هذا الاجتماع وفي التقدم في المسار، مسار العلاقات التركية السورية بضمان روسيا، ويعني بغض النظر أو بغض نظر باقي الأطراف عن التقدم في هذا المسار، بمعنى أنه عدم عرقلته. فما كان في الحقيقة من خلال التغطية يلي شفناها مبارح، نشوف رح نكون يعني نراقب هذا الموضوع خلال الأيام القادمة. ولكن عادة يعني إذا بنتذكر أقرب مثال هو زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات، يعني واحد يلي بيحضر التغطية بيقول والله تحررت سوريا وتحررت لبنان وفلسطين وكل المناطق العربية المحتلة جراء هذه الزيارة. فما كان في أي شيء يشابه يعني التغطية تبع زيارة الإمارات أو حتى زيارة مسؤول عربي على أي مستوى لسوريا. في هذا الحدث المفروض يكون هام ويكون هو تقدم يعني ملحوظ في المسار علاقات التركية السورية. وسائل النظام لم تظهر هذه الأهمية، وبالتالي فينا نقرأ أنه ما في رضا من قبل النظام على هذا التقدم الحاصل في هذا المسار. هون بدي نبه، يعني دائما نحن وقت نحكي عن تغيير عن كذا الناس، لأن الناس الحقيقة وصلت لمرحلة من اليأس، مرحلة من التعب، تتمنى التغيير يصير بكرة، ولكن هذا التغيير ما رح يكون بكرة. هذا الاجتماع، هي الخطوة، هي خطوة يعني خطوة أنا بقول مو 100 ميل، 1000 ميل حقيقة، هي الخطوة الأولى في مسار يمكن يكون 1000 ميل.
وهذا الموضوع أنا فيني دلل عليه. مبارح كان في لقاء على روسيا اليوم، من ضمن الضيوف كان أهم ضيف هو دبلوماسي روسي. خلينا نسمع، أنا جمعت لكم مقتطفات من كلامه في برنامج على الارتي الروسية، خلينا نسمعه لحتى نستنتج ونعرف كيف تنظر روسيا إلى هذا المسار وكم هو طول هذا المسار، يعني في الوقت أو الفترة الزمنية اللي ممكن يمتد عليها. خلينا نسمع مع بعض. الخلافات بين سوريا وتركيا ليس بالأمر الجديد، ولكن حاليا الظروف خاصة. وفقا للمعلومات التي وصلتنا في الأسابيع الأخيرة، الجانب التركي بعد أشهر من الانتظار استأنفت تحضيرا للعملية العسكرية في الشمال السوري، وعرضت حججا عدة وخططا عدة لحل الأمور بالطرق باستخدام القوة لحل المخاوف التركية. حكومة دمشق ولا روسيا الاتحادية لم تقتنع بالحجج التركية. ومن الجيد جدا أنه في الآونة الحالية قد تمكننا من إجلاس الأطراف كلها معا، لإجلاس الطرفين معا من أجل أن ينظروا في الظروف الراهنة ما يمكن فعله. بغية تخفيض المخاوف والقلق لدى الطرفين ولئلا تتصاعد الأمور عسكريا. من غير معروف إلى الآن إلى ما ستؤول إليه النتائج، لكن من أجل حلحلة الأمور ما زال السبيل طويلا. هناك أساس للوصول إلى حل وسط مقبول لدى الطرفين. في الأشهر الخمسة والستة الأخيرة سيناريو تطور الأهداف كان مغايرا تماما. كان هناك شقاق بين حكومة تركيا وحكومة السورية، وكانت عملية عسكرية تلوح في الأفق، واللقاء الحالي كان هدفه وقف التصعيد لاحقا. ووفقا للنتائج الأولية لهذا الحوار نتمكن ولو من دون ضمانات كبيرة، لكن من نسير قدما، وهذا الأمر مهم للمنطقة ولتركيا وسوريا ولروسيا الاتحادية، أي لكل الأطراف التي تريد أن يحل السلام. طبعا بهالمسار الطويل كل الدول اللاعبة دفعت أثمان كبيرة، تصوروا 10 11 12 سنة من موازناتها وجنودها وإمكانياتها، كان روسيا، تركيا، الولايات المتحدة، إيران، بدهم يهبشوا قدر الإمكان في لحظة الانهيار. هلا اليوم بدنا نحكي عن تركيا الحقيقة، ماذا تأمل تركيا؟ يعني صحيح ممكن هي تساعدنا بضبط الفوضى، بضبط الأمن بمرحلة من المراحل، أنه تجبر الأطراف أنه يعدوا مع بعض لتشكيل نظام جديد، يعني بوقت ليس بقصير مرة تانية، ولكن هي شو المنافع تبعها؟ الحقيقة هي ممكن كانت تختار هذا الموضوع في وقت لاحق، ولكن اليوم بغض النظر عن اللعبة الانتخابية اللي ما راح كتير أحكي فيها، مصالح تركيا كدولة أول شيء بدها تنتزع اعتراف بشرعية وجودها في سوريا. لليوم بيسميها الإعلام السوري ويعني النظام السوري أنه هي قوى احتلال، هي بدها تأخذ موافقة من النظام السوري باسم الدولة السورية لحتى يكون وجودها شرعي. على اتفاقية أضنة بده يوسعوا المنطقة العازلة من 5 كيلومتر إلى 30 أو 32 كيلومتر بحسب المعلومات المسربة، يعني المنطقة العازلة اللي بدها تعملها روسيا من خلال عملية عسكرية هي تأمل أنه تعملها بمساعدة روسيا، لأن هي الوازنة، بنوع من القبول الأمريكي بطريقة أو بأخرى. طبعا هذا الموضوع ما نسال، لذلك عم نقول بده ياخذ وقت طويل، وتصبح هذه المنطقة العازلة عوضا أن تكون احتلال تكون منطقة باتفاق مع الشرعية السورية، يعني ما يمثل الدولة السورية. هذا أولا.
ثانيا تركيا تأمل بأنه توصل لاتفاق لإعادة اللاجئين، حتى لو أنجزت هذه المنطقة العازلة ملايين السوريين الموجودين في تركيا وفي مناطق التي تسيطر عليها تركيا يعني لا يتسع المكان في الشريط العازل. يعني تركيا ممكن تأمل أنه توطن بهذيك المناطق مليون مليونين، ولكن في مسؤولية مثل ما قلنا عن ملايين، يعني عن أكثر من 10 مليون سوري. فهي إعادة اللاجئين هي بدها تمهد الطريق مرة تانية أي تقدم في الحل السياسي في سوريا، إحراز تقدم على هذا المسار مرة تانية، يعني إدخال الأطراف الأخرى في الحكم في سوريا بشكل أو بآخر بهيئة الحكم الانتقالية، بداية نهاية نظام الأسد في سوريا، يعني مرة تانية رفع العقوبات بشكل تدريجي، وصول مساعدات، مشاركة من قبل المجتمع الدولي بغطاء أممي على تهيئة البنية التحتية وإعادة اللاجئين في مسار ممكن يأخذ سنوات، ولكن بيكونوا بلشوا بهذا المسار، وهذا أيضا يصب في المصلحة التركية. أخيرا ممكن نقول فائدتهم هو قطع الطريق على قسد، يعني إذا هن كان في عندهم خطة أو هن حسنوا يوصلوا لاتفاق لإنشاء المنطقة العازلة بموافقة النظام السوري، وحسنوا أنه يعني يدفعوا بالقوى السياسية الموجودة مهما كانت هذه القوى لكي تكون بمرحلة حكم انتقالية في سوريا بمعنى التغيير السياسي، فأن أخذوا هذا المكاسب بده يقطعوا الطريق أيضا على قوات سوريا الديمقراطية، لأن هلأ منلاحظ كل ما صار في ضغوط في تهديد بعملية عسكرية قوات سوريا الديمقراطية وين بتروح؟ لعند النظام. بهالطريقة يلي عم نحكي فيها، وجود اتفاق كامل شامل مع تركيا بضمانة روسية ومرة تانية مباركة بشكل أو بآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني أنه ما ضل هذا الطريق قطع، لأن بيصير أنه في مخالفة للنظام، يعني أو النظام هو ينقض الاتفاق في حال رجع بنى جسور مع قوات سوريا الديمقراطية، يعني هذا محاصرة لقوات سوريا الديمقراطية وقطع أي جسور بين النظام وهذه القوات، وهذا أيضا مصلحة تركيا. الآخر سؤال بدي جاوب عليه أنه هذا المسار مثل غيره، جنيف، سوتشي، أستنا، هيك خلص من اللجنة الدستورية، يعني صار عنا كتير مسارات. الحقيقة لا، بتوقع هذا الموضوع محكوم، يعني اللي يميزه عن غيره محكوم بوقت محدد يلي هو أنا بتوقع 6 شهور. 6 شهور ليش؟ لأن 6 شهور لبدء الولايات المتحدة عطت قانون الكبتاجون، حكينا عن خطورته، بتمنى تراجعوا كل ما يعني تكلمت به عن قانون الكبتاجون، كان في تسجيلين أو 3، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف على اليوتيوب، يلي عم يتابعوني على الفيسبوك يا ريت تاخذوا الروابط من يوتيوب. في 6 شهور لبناء الاستراتيجية اللي بموجبة رح يكون الرئيس الأسد ملاحق كزعيم يعني منظمة إجرامية، وبالتالي رح يكون في صعوبة بالتعامل معه بعد، لأن رح يكون بهذه الاستراتيجية وفق القانون يلي صدر في عقبات للتعامل مع الرئيس الأسد بعد 6 شهور. فهن عندهم هالست شهور لحتى ينجزوا أي اتفاقيات بوجود الرئيس الأسد، فهذا 1-2. الانتخابات يعني التركية أيضا يجب على حزب العدالة والتنمية أردوغان أن يحقق إنجاز ما في هذا الاتجاه قبل الانتخابات المفروض أنه تصير في حزيران القادم، بالإضافة إلى الوضع المعيشي والانهيار يلي عم يعيشه السوريين يلي ما بتوقع يصمد كتير، يعني أيضا رح تصير قضية إنسانية كبرى في حال تم تعنت أو تعنت النظام في التمسك أو في عدم المضي في هذا المسار. لذلك أنا ممكن أعطي هذا المسار ميزة عن غيره من المسارات بأنه محدود بوقت معين، ونتمنى يصير فيه تقدم بهذا المسار مرة تانية، لأن إذا ما صار فيه تقدم بهذا المسار رح يكون بعد 6 شهور في عنا وضع صعب، وضع بتهديد ما تبقى من أوضاع أمنية مستقرة في سوريا، وهذا سيء جدا للغاية، يعني سيء مو بس على الموالين، على الناس الساكنين في مناطق النظام، على كل السوريين. لأ مرة تانية ما صار في فصل تام أنه في جماعة برا وجماعة جوا،
في علاقة القربة والصداقة، وفي علاقة أنه نحن سوريين، بالتالي أي تأزم وتصعيد للأوضاع في الداخل نحن بدنا يحدث التغيير، ولكن ما بدنا تنتشر الفوضى ويتعرض أهلنا في الداخل إلى ما لاقاه أسلافهم في المدن والمناطق السورية في أول سنوات هذه الأحداث، يعني 2011 إلى 2016-17. بدنا أنه يتم هذا الانتقال السياسي بأقل خسائر ممكنة. هذا كل شيء ممكن أحكيه عن اجتماع يوم أمس. إذا في عندكم، إذا في شيء فاتني، إذا عندكم أي تعليقات وجهات نظر برحب فيها في التعليقات، أو إرسال أي أسئلة لحتى جاوب عليها في التسجيلات القادمة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.